اهلا بيكم في الخرطوم حبايبي. حتى انا اهلاوي اهلا بكم في السودان. متابعي الاعزاء ومشاهدي الكرام، اهلا بيكم في فيديو جديد من السودان. اول يوم ليا في السودان واول يوم ليا في مدينه الخرطوم الجميله اللي كان نفسي من زمان ازورها وكانش عندي اي فكره عنها، فحسيت ان عيب اكون انا شخص مصري ونبقى احنا دول جيران ما اعرفش اي حاجه عن عاصمه الخرطوم، فقررت اجي زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات بالبر للخرطوم عشان نستكشف الخرطوم في رمضان. دلوقتي احنا في اول ركشه ليا في السودان وطالعين على السوق، جوله على طبيعتها، هفرجكم على الشعب الجميل الشعب الطيب ونتكلم مع الناس ونفطر في الشارع ونشوف عادات وتقاليد السودانيين الجمال. اعملوا لايك وشير وما تنسوش تدعمونا بكومنت جميل. يلا بينا نبدا جولتنا. نبدا عادتنا الجميل ونبدا يوم مليء بالمغامرات ويعتبر يومي الاول رسميا في السودان، وهنستكشف السودان على طبيعتها زي ما هي بدون فلاتر خالص. هننزل الشوارع وسط الاسواق ونتعامل ونتفرج على الناس وحياتهم عامله ازاي. نزلنا الشارع درجة الحرارة 43 واتوقع ده اللي على الابلكيشن، بس لكن في الواقع هي يمكن تبقى 46 47 48. حاولت اتاخر في نزولي على قد ما اقدر. الساعه دلوقتي 2 متجهين للسوق، خلينا ندور على توك توك او ريكشا زي ما بيقولوا عليه في السودان. السلام عليكم. مش لاقي توك توك لحد دلوقتي. كمل ماشي في الشارع الطويل ده، اخر الشارع ده شارع 60. وصلنا على الشارع ورا الشارع الرئيسي، واحد من اشهر الشوارع اللي موجودين في السودان هو شارع 60. دور على توك توك. التوك توك مفيش تكاتك كتير في الشارع ومش عارف هل في تكاسي، التكاسي بيبقى عليها يافطه التاكسي ولا عربيات عاديه. النهارده اول تجربه ليا حقيقيه في الشوارع، هنشوف نستكشف بنفسنا. في توك سوق ام درمان. اه ايوه كل مره شايل مكتب ما بتمشيش. ايوه ليه؟ الا مواصلات. طب مواصلات بحري، انا هوديك المواصلات بحري. ايوه طب بحري بتنزلك في شمبر. كام؟ تاخد مني كام؟ لو تدي 1000 ونص. اه ليه يا عم؟ ده من هنا لام درمان بخمسة الترحال. لا 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 لا. ما هو مش كده غلط، تجيب 1000. 1000؟ اتفقنا؟ اتفقنا. سلام عليكم. انت اسمك ايه؟ انا اسمي محمد. احمد؟ محمد. احمد. محمد. محمد. ايوه. وانا احمد. انت احمد. اخوك من مصر. بارك الله. ركبنا التوك توك ويلا بينا ننطلق. انت من الخرطوم؟ انا من الخرطوم، انا يمين هنا. تلاكلا. من فين؟ تلاكلا. تلاكلا اه ايوه جبل عوليا. اتجهنا لمكان اللي هناخد منه ميكروباص. رحلتنا مش بس توك توك، هيبقى فيها كمان ميكروباص. خليني افرجكم على الشوارع. شارع النيل جميل يا زول، سامح مرة واحدة. نعم؟ كل الدنيا هناك. أنت أخوك فين؟ من أسوان. في أسوان، أنا لسه جاي من أسوان. لا هو شغال هناك. بقاله كام سنة؟ يعني 4 سنين ولا 5 سنين. ما شاء الله. أنا من مصر وجاي سياحة السودان. عمرك شفت مصري بيجي سياحة السودان؟ نعم. بس السودان جميلة والله. هي جميلة لكن لها فلوس. غالية ها؟ هي زول، إما عندك فلوس ما حتقدر تسلم. ايوه صح. ايوه السودان هي سمحه لكن عاوز لها فلوس. انت لو عندك فلوس هتتمتع في السودان. السودان هي كل الدنيا فيها. صح. اخلاق والطيبه والحاجات السمحه كله في السودان. محمد من الخرطوم. واول شخص قابله يعتبر من ساعه ما وصلت، اول مره اتكلم مع واحد سوداني كده. ويعني زي ما انتم شايفين مش محتاج اقول، راجل جميل وطيب حبيبي. يديك العافيه. بس كل ما اقابل حد هنا واقول له ان انا جاي من مصر جاي سياحه يقول لي جاي سياحه السودان. هو مالها السودان لما نيجي سياحه؟ انا هفرجكم بنفسي السودان فيها ايه يتعمل سياحه. اتفضل. شكرا. اسلام. حبيبي. يلا مع السلامه. على اليوتيوب ها؟ ان شاء الله. انا عايز اروح فين؟ شمبات. هنا؟ تمام. كم؟ راجل ب 400. طيب. هناخد ميكروباص ب 400، 400 جنيه سوداني، يعني مش عارف احسبه الحسبه. الجنيه المصري ب 16 جنيه سوداني فب 15 جنيه اتوقع، مسافه مش بعيده. في مكان هنا؟ السلام عليكم. دي برضه السودان؟ دي الكاميرا. الله يبارك لك. نعم؟ احلى حاجه
حاجه عجباني هنا في الميكروباص ان كل واحد بيحاسب بنفسه، مفيش الصداع بتاع الميكروباص والناس بتلم الاجره، كل واحد بيحاسب بنفسه، اريح بكتير، موضوع مريح. مع السلامه. من الحاجات اللي بتميز الخرطوم وعجباني جدا هي ان في وسط المدينه في وسط العاصمه الكبيره بتلاقي اراضي زراعيه لان هي على ضفاف النيل، فبتلاقي ابراج، تلاقي مباني، وفي نفس الوقت تلاقي اراضي زراعيه. احساس ميكس ما بين الاثنين زي ما تمشي عندنا في المحافظات بتاعت شرق الدلتا في مصر كده. رسميا دي تكون اول مره ليا في حياتي اشوف نهر النيل بره مصر، بالتحديد في السودان. ولكن نهر النيل هنا مختلف، نهر النيل هنا الاصل، نهر النيل هنا كبير جدا. بصوا دي فرعه تعتبر صغيره، النيل هنا لو رحتوا في الفرعه الكبيره او المنطقه الكبيره تحس نفسك قاعد في بحر، بحر كبير مش شط نيل خالص. فشايفين العرض بتاع بس الفرعه دي. معلومه يمكن مش عند ناس كتير ان نهر النيل هو مش نهر النيل بيجي من اول ما بيبدا في اثيوبيا. نهر النيل، نهر النيل بيتكون من نهرين، هو النهر الابيض والنهر الازرق، واحد منهم بيجي من اثيوبيا والتاني بيجي من تنزانيا. وهنا في السودان في مكان اسمه ملتقى النهرين اللي بيلتقي فيه النهر الازرق مع النهر الابيض عشان يكونوا لنا نهر النيل الجميل. فواحد جاي من اثيوبيا وهي الفرعه الكبيره المهمه، وواحد جاي من تنزانيا. معلومه يمكن ناس تعرفها ويمكن ناس كتير ما تعرفهاش، انا الصراحه ما كنتش اعرفها. انا فاكر نهر النيل جاي حته واحده من اثيوبيا، ما كنتش اعرف ان في جزء من نهر النيل بيجي من تنزانيا. وهنا في السودان بيتجمعوا سوا عشان يعملوا لنا نهر النيل الجميل اللي احنا عايشين. الخرطوم بتتقسم لكذا منطقه زي عندنا في القاهره، برضو عندنا في القاهره الكبرى. هنا الخرطوم عباره عن شرق النيل وعن الخرطوم وعن ام درمان. ام درمان واحده من اكبر المناطق اللي موجوده في الخرطوم وفيها اقدم سوق، وده اللي احنا جايين عشانه. هنشوف توك توك او اي حاجه توصلنا للسوق ونخش نستكشف في السوق عشان نجيب منه لبس سوداني تقليدي، لان اللبس ده مش هينفعني خلاص، اللبس ده بيحرر جدا مش زي اللبس السوداني. السلام عليكم. توصلني السوق يعني عند في النص السوق المحطه النص. تمام. كام؟ 2000 ليه يا عم؟ ده قريب ماشي يعني. 1000 1000 تمام. والله انا واخد كذا مواصله يعني. 1000 تمام. يلا بسم الله. اتحركين على السوق. انتوا ليه بتسموه ركشه مش توك توك هنا؟ هي ركشه صح؟ في السودان بيسموه ركشه مش توك توك عشان الركشه اصلا هي كلمه لا انتوا هنديه. هو اصل التكاتك جايه من الهند، وفي الهند بيسموه الركشه. هنا بيسموه ركشه برضه، عندنا في مصر بنسميه توك توك. توك توك رقم 2 اتمشينا واخدنا ميكروباص طريقنا للسوق. عايز البس على الله. بتطلع شكلها حلو عليا؟ انت اسمك ايه؟ معتز من الخرطوم؟ من ام درمان؟ والله انكم شعب طيب وجميل. وما تنسى الطيب. لازم تحب تقول حاجه للشعب المصري. حبايبي والله. حبيبي. والله احلى الناس بتدعنا. انت والله شخص طيب وجميل، كلكم طيبين. السلام عليكم. والله ناس كل حته بتسلم عليك وبتكلم معاك، وناس طيبه كلكم والله. ناس جميله. مش عارف الفتنه بتيجي من فين. كنت قاعد فين؟ المهندسين. فين؟ احمد الغرابي جامعه الدول وارض اللون. عشت قد ايه في مصر؟ سنتين. سنتين ها؟ مش عارف الفتنه بتيجي من فين، رغم ان السودانيين نصهم عايشين في مصر، كتير من السودانيين عايشين في مصر، احنا شعب واحد. يلا شكرا. الله يخليك. حبيبي. على اليوتيوب بقى ها؟ مع السلامة. نزلنا من التيك توك ووصلنا سوق ام درمان. السلام عليكم. احنا في السوق في رحلة البحث عن الملابس التقليدية. مش عارف نروح فين ولا نعمل ايه، بس السوق مليان على الاخر، يعني مفيش مكان اصلا للبني ادمين. الراجل نزلني وقال لي عايز تكسب وقت انزل امشي. فانا بتمشى حاليا في السوق. هنا في سوق الحلويات. طب فين سوق اللبس؟ عايز اجيب على الله. قدام الناس كلها لذيذه قوي مع الكاميرا، انا مش عارف ايه ده. بدأنا مرحلة السوق. ادعوا لي بقى عشان الزحام شديد. بصراحة
بس كل حاجة موجودة هنا، لبس، صابون، أكل، كله محطوط جنب بعض، بلح، حلويات، شباشب. عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي ياسين. ياسين؟ انا من مصر. يرفعهم في يوتيوب. مفيش واحد مش عايز يتصور، مفيش واحد ما بيقولش كلمة جميلة، كل حاجة قدام الكاميرا، مفيش واحد اقول له انا مصري ما يقوليش كلمة حلوة. ايوه بتكمل. زحمة كتير. السلام عليكم. اهلا. فين سوق على الله؟ عايز لبس. قدام. تمام. السلام عليكم. كيفك؟ على اليوتيوب. اليوتيوبر جاسوس. يوتيوب جاسوس ليه يا عم؟ جاسوس يا عم. لا مش جاسوس يا عم. لا ما تخافش. احمد البدوي. خلاص عندك. من مصر. السلام عليكم. من اي منطقه؟ من الدقي. يا جماعه هو ايه الشعب الطيب ده؟ شعب ما حدش. واحد قال لي بتصور ايه؟ اروح اقول له بصور كده مع نفسي، ما يتكلمش، سلم عليا، السلام عليكم، زي الفل، وشه بشوش، السلام عليكم. علينا انا تايه في السوق ومش عارف اروح فين، ولكن ورايا محل ملابس بعد تدوير كتير، هخش واشوف اذا كان عنده على الله لذيذه وجميله وسعرها كويس اشتريها. السلام عليكم. في على الله؟ ممكن اخش؟ على قول الجمهور عندكم على الله ممكن اصور؟ عايز لبس سوداني تقليدي يعني. طيب تنصحني بايه؟ جلابيه. جلابيه ولا على الله؟ دل على الله. دل على الله؟ دل على الله. ايه الفرق ما بين على الله والجلابيه؟ على الله اللي هي زي السوداني الجديد، والجلابيه زي السوداني الاصلي. يعني على الله تيجي معاه البنطلون بتاعها سروال، هو سروال زي ما بقول زي السوداني اهو كده، بقول على الله. يعني الجلابيه هي اللبس التقليدي، اللبس الاصلي. اللبس الاصلي على الله شياكه شويه يعني. ايوه لما تكون خارج. انا هتكون جميل يا زول. انفع سوداني ولا انفعش؟ فاضل طيب ولا لا؟ يا زول زول خلاص كده انا بقيت زول. ها حبيبي وخلاص. يا مريحه مفيش حر، واسعة من تحت الهواء داخل. البنطلون التاني ما ينفعش. والله دي رهيبة من تحت واسعة. شوفوا واسعة مفيش، براحتك يعني. ايوه طيب كده سوداني 100 سوداني؟ ايوه كده ما يبقاش ناقصنا حاجة في الزي السوداني ولا ناقص الشبشب. اللبس من تحت برودة بعد البنطلون الأسود اتضايق. اظنش ان انا هلبس غيرها في الفتره اللي جايه. جبنا الشبشب وخلاص كده بقيت سوداني 100% صح؟ 100% 100% حبيبي شكرا. خلصنا الشبشب والطاجيه واللبس. ايه رايك في العلالة؟ حلوه؟ افضل معايا من ايه؟ الله يخليك. انا يلا حتى وانا اهلاوي؟ حتى اهلاوي ما اهلاوي. اهو الاهلي والكوره على جنب زي ما بنقول. السوق على رغم الصيام والتعب، رغم ان السوق ما بيفضاش يعني، الزحمه ما تعرفش تمشي. بصوا اهو موتوسيكل بني ادمين. نفسك في العتبه بس حاسس بصحى من العتبه لان الشوارع اضيق كمان. انا واحد جاي من القاهره وواحد جاي من مصر، السوق عندنا كبيره بس السوق ده انا يعني بقالي اكتر من 3 ساعات ماشي، بيقول لي انه كده فاضي وان كده ما شفتش حاجه بسبب رمضان، بسبب ان حاجات كتير بدات تقفل عشان وقت الفطار. الو How are you? I'm fine, fine. طيور، حيوانات، لبس، أكل، بضاعة، تجارة، كل حاجة. احنا دلوقتي في سوق الطيور. في شمبانزي هنا، حرام والله. ما بحبش الحاجات دي. بس لازم نصورها لكم. توابل البهارات هنا أنواعها كتير قوي، في حاجات كتير قوي. ومحلات كتير. اكتشفت لما جيت السودان انه ساعه الفطار لو في اي شخص ماشي في الشارع ما لحقش يوصل بيته فهو خلاص مستحيل يفطر مع اهله. يعني لو انت طالع من شغلك في مصر بتبقى مستعجل عايز تلحق اهلك، هنا بيقطعوا الطرق، بيقفوا الناس، بينزلوهم من عربياتهم، بياكلوهم اجباري معاهم. دي اغرب طبخه شفتها تطبخ قدامي في حياتي. العصيده في السودان بيطبخوا العصيده، بيقعدوا يتططوا. تعب الراجل يا عيني.
زي ما انتوا شايفين ورايا كميه الناس اتجمعوا كلهم من السوق. الجامع اللي بيطبخ في الاحياء التانيه اللي ما يكونش فيها جوامع، الناس في البيوت بتطبخ زي ما قلت لكم، الستات بتطلع اكل عشان العوائل والناس الغريبه كلها اللي مش مجهزه ولا عامله حسابها للاكل ياكلوا مع بعض. نجرب الدمعه السودانيه صح؟ الدمعه بتكون عباره عن ايه؟ اذا اخذ زيت وبصل هذا يسمى دمعه. اه زي التقليه يعني. ايوه زي التقليه. زي التقليه عندنا في مصر بيسموها هنا الدمعه. تتبيله يعني. هيكون سليمه. كوبايه الكركديه بقى مع الحر الصعب ده. انت وقفتنا ليه؟ فطور يا زعيم. اجباري. ها؟ اجباري يعني؟ لا اجباري ايوه عشان بندفع فلوس فطور رمضان. ندفع. لا ما فيش فلوس يا زعيم. اتفضل طوال الفطور. الله يخليك والله فطرنا. فطرنا. صلي على النبي. متخيلين ان احنا في نص الشارع ناس بتوقفنا عشان نفطر قطع الشارع. صلي على النبي يا زعيم. الله يخليك. ودونا اجباري لازم نشرب حاجه. صلي على النبي. الله الله يخليكم. انزل صور. والله لا لا خلاص. الله يخليك. صلي على النبي. يلا يلا. صلي على النبي. الله يخليك. صلي على النبي. مع السلامة. الله يا عم الناس دي واقفين قاطعين الشارع كله. مع السلامة. السلام عليكم. بيت ويعزم. ها بصوا واقفين الشارع ازاي؟ ده حتى بعد الفطور يعني. السودان من غير ما تجربش ستات الشاي اللي موجوده في الشوارع في كل حته، هنا عندهمش فكره القهاوي زي ما عندهم اكتر ستات الشاي، دايما بكل الستات في كل حته بتلاقيها عامله زي فاترينا كده او ترابيزه صغيره وحاطه عليها ابريق وبتعمل شاي وقهوه، وتلاقي دايما في قعدات حواليها في كل مكان زي ما انتم شايفين ورايا. بصوا كل حاجه عندها هنا. نختم يومنا النهارده الاول في الخرطوم، يوم كان رهيب الصراحه، يوم عشوائي زي ما هو شفتوه معانا، مع كوبايه الشاي عند ستات الشاي ومع محمد الجميل. حبيبي والله محمد مصري سوداني لففني في سوق مدرمان وجينا شربنا كوبايه شاي ونختم يومنا كده. مش كالعاده تدعمونا لايك وشير وكومنت. اشوفكم في فيديو جاي من الخرطوم السودان. سلام. عليا شوي نزوله نزال وسريع عايز